كم ياكم عبوس مكان عبوس جيمز اليوم ياكم بلعبة زومبي ضد نباتة. قبل ما ندي تنسوا لايك واشتراك بس خطوة وصل مليون مشاهد كل فلاك والفن. تعال قبل ما ندي تنسوا لايك واشتراك وخلنا نبدي. يلا شباب عليكم تدعموني وتوصلون أكثر عدد ممكن منكم. صار علينا شباب نزلت النت يا شباب. يلا راح هاجمني هذولي الأغبياء. فشباب اختار اللي وانا ارجع لكم لان اتاخر بما اكتر. فرجع اختار يا شباب رجعنا لكم. يلا خلينا نبدي. هذول اللي اختاريتهم يا شباب شوفوا هذول. خايف لان انجب عدم هذا اللي اختاريته. يمكن اختاريت شيء غلط بعد ما عرفوني. يلا خلينا نلعب يا شباب ولازم اليوم ننتقم من الزومبي لان قرب للنهاية. بعدنا شوي ونوصل للنهاية يا شباب. ما بقى لنا شوي، بقى لنا كلش شوي، يعني قربنا لها، قربنا كلش للنهاية، قربنا لها، ما تتوقعوا شو قربنا لها، حط هنا، يعني قربنا كلش هواي، يلا، بعد سنة دائما يا شباب بحط هنا اثنين، بعد ما أغير مكان الوردات، أبغى هنا اثنين، هنا حط وردة هنا يهمني، لازم نستعجل يا شباب تراكم هنا علم. علم هناي اكو كيف علامات فلازم نستعجل سريع. لا تعب انا حتى ما محضر شلون والله عبالي يجي هاي. حطها يا شباب حطيت احسن هاي. يلا يا شباب لازم اليوم ننتقم من زومبي. ما بقى لنا شوي ننتقم من الرئيس. يا شباب كتبوا لي بالتعليقات شو اسمه الرئيس مالتهم. شو اسمه لازم نعرف جسمه حتى ننتقم منه. سوري خل اجمع هواي فلوس. قررنا نحط هذا بالسينات لا نخسر سريع. لازم نستعجل. كان نحط هنا همينة بالبحيرة نحط بطاطا. يلا يا الكعبة يا شباب خسران ها متأكد خسران. يلا طوني وحدي. لا وبعد جاي يس شلون اتمنى ما اخسر وبعد يموت 28 طاقة مع الكم ما حسبت الطاقات. لا يلحق يا ربي يلحق. تحط لها ما يلحق عندي حاطة هنا استنى بس خلينا نحط يا شباب بس على اليابسة على الاقل. بس نكمل اليابسة يا شباب لازم نكمل اليابسة. الله عليكم زومبي خلتني شغال هذا الخوف اخافه اللي خوفكم انتوا مني انا عليكم بجزيه يا شباب. بس اللي علمهم درس بعد ما ينسونه طول حياتهم ما ينسونه. حط هناية شو اسوي؟ للاسف يعني اسف يا وردة تلاقط بس احط منها. والله حظه حلو حطيته من هاي طلع لي الزومبي من هاي بالبحر. هنزل عاد حطيته بس لو ما حطيت كان خسران. هسه الحين انام وفجاه هذا اللي يقفز ومطي يا شباب. مزعجين هذول مزعجين والله مزعجين. تحط هاي الام الاوبر حتى شوي هم تسوي لهم اوبر هيج. يلا من نام جالي واحد جديد. حط الوردة بما حط اللي هو شغط. يلا سريع لازم اطور نفسي. محتاج هذا ابو المسدسات. استكثر شي احطه هنا بالبحيرة. لا بدينا الحرب واتمنى ما تجي لي. لا غلطت يا شباب سويت غلط. جا اجت لي. لا يا الكعبة يلا هيجي حطها. المفروض ان احط المسدس يا غباي. الله لا الكعبة لا شلون تحط هاي البوتيتة. لا اموت هاي مين. لا 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 الله خليكم استهدوا ويانا بالرحمن. يعني احنا نحب زومبي يعني تبا مو الكل يحب زومبي كلنا نحب زومبي يعني ماكو واحد بيحبه بالدنيا مو شباب. يلا الكل يحبه ماكو واحد ما يحبه.
شيل هاي، ما اريد اصلا حتى نحطها. ماشي دي سلاح طلع نقدر ثاني نحط هذا، نحط هنا اجابة الطاسة، هو هذا اللي كان ما ناقصنا. وما اتذكرت يا شباب شغله نسيت اسويها، هسه راح اسويها. لازم نغير مكان البوتيتا مرة ثانية يا شباب، نسوي غلط هنا يعني مرة ثانية يا شباب، واتوقع هذا غلط جدا صعب انه لازم نحط مرة ثانية البوتيتا ونرجع واسويكم شنو الغلط سويته. خل اجمع فلوس او شي وراويكم شنو. لازم حدا يقتل البوتيتا، حط هذا اليه لا يموت، ونحط هذا نوسة زادو ترى ما ياكل بتيتي، راح ياكل شي ثاني الوالدة للأسف. أبغى بقيت هاي حتى هاي تحميني بس ما نقدر. يلا لا الكعبي جانا أبو السيارات. أقول يا شباب ليش سويت هيجي؟ حتى نحط هنا نار حتى يصير يطلقون طلق ناري من هاي المرة. الحمد لله حطيت منه. يلا سريع غلطت، هو غلط يا شباب. ثم ننحط ونشيل هاي صار، بس احمي البحيرة ما اعرف ليش ما بدي احمي البقية. بقية عايفهم، حتى هذا عايف، عبالي اسوي اطلق نار حتى يقتل ابو هذا يقفز، بس لا عادي. يلا حطينا هاي شو اسمه، حطينا حق المسدس اللي هو وبقى شوي واكملها. تحط هذا لان يجي يقتلني حتى نكون سريع. يلا سريع حط ابو المسدس اللي يطلق فينا شباب. يلا سريع لازم نقتلهم. بقى ما حطينا ولا ابراي، خلينا نحط هسه الابره. يلا سريع حصلنا نجمة اسطورية، ما محتاجين نحط نار. يلا حطينا نار كل جوي، حتى بس بقى منهم نحط نار، واتوقع ما راح نلحق للأسف. واتمنى نلحق، هذا حظ حلو فنتمنى نلحق يا شباب. خلصوا شباب شوي شوي اللي شو يسمونه طبنا النهاية. افرض لكم واحد بس من ينطيني مين يتبرع لي؟ لا ما لازم تبرعوا لي. لا كمل يلا راح نهاجمهم يا شباب. وصلنا للنهاية، مع السلامة يا زومبي. يلا كان رحنا للنهاية، كنا قتلناه شباب. خلينا نروح او ماي جاد هسه الاخيره النهايه اخري حتى نطب لي ونلعب وساجكوش. شباب خلينا ننتقل للمرحله اللي وراها. شباب رجعنا لكم، فيا الشباب هالمره كلهم موجودين، كلهم منورين منورين حبايبي منورين. يلا خلينا نشوف يا رب يطلعوا لي هذا ابو الكلاضي. والله منو يطلعوا لي؟ يلا او ماي جاد يا شباب حالين انا احب هاي الاغنيه. لازم يقتلهم يا شباب. يلا سريع ابو الطاسة ما شاء الله جاري النور.
ابو الدولفين او الثاني خاطر هذول الاسلحه السريعه. كنت ليش تموت؟ قتلنا يا شباب. انا غادي وراك. صعبة.
خلينا ندخل المرحلة وراح نجيب يا شباب بعض مكان اسطورة جديد. شنو هالمرة؟ هذول كفاية، هذول مفتوحين لنا، بقي ما نقدر ناخذهم، ناخذ هذول، هذول مفتوحين تساعدنا. وقف، لا لازم نجيب هذا همين لأن حيجونا بالبحيرة كل شوي، فلازم نحط هذول. يلا نرجع للزمن القديم، نحط مرة ثانية هاي ورود والهاي، لازم نتعود. وجي كنا صبح ورا الليل، هس ورا صبح هسه الليل. يلا قربنا للنهاية شباب، يعني ترى صدق ما دشة صدق قربنا كلش للنهاية. تعرف من ناحية طالع الزومبي شباب، انت تتوقعين طالع من مبين بس هاي الجهة مبينة، هاي الشي الصعب هو بي ما ضافوا هذا التحديد حتى شوي صعبهم علينا. الله يستر قاعد من النهاية. شلون النهاية؟ شلون قاعد يا شباب تتوقعونها؟ اذا هذا هيك عدو النهاية شلون؟ يا شباب لازم صار يستعجل، حط هذا الاسلاح، حط يصاف، حط هذا وهذا. يا شباب كل شو نعرف انه من يجي الزومبي نحط طاقات من هاي، يا شباب من هاي، هاي شباب نعرف من يجي الزومبي هاي نحطه ونعرف. يلا هاي المينة، هذا كل شيء، ما بقى اي شيء، حط هنا المينة حماية، هنا همينة صار احمينا المكان. اوكي بس دا احمي البحيرة هسه حتى نعرف همينة اذا يجي واحد. نحط اي شيء نريده هسه، نحط هاي. شنو جانا؟ شفقة؟ يمكن ابو الشفقة، اي ابو الشفقة اي جانا. يلا سريع، نعم نحط النار، خلاص يلا حطينا، نحط بالناي همينة. شنو هم جالي المزعج؟ حط هذول يكتلونه سريع، وهذول يكتلونه. مين هاي يجي؟ مين يجي؟ مين يجي؟ مين يجي؟ ايش صار بي؟ متخبل، اتوقع متخبل. اكو واحد يفجر نفسي؟ واحنا ما فجرنا، هو فجر نفسي ما شاء الله. حط هاي، حط هاي، طلع لنا هذا كافي حتى لو
تعجبكم يا شباب، نروح اخذها. يا شباب ايش كانت الفيديوهات، تسوون لايك واشتراك على بس اقتصر من اليوم اشترك اولي بلاك واتفعل التعليق، واتمنى ان يعجبكم الفيديو، فنلتقي في فيديو جديد ومع السلامة، باي.